النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى 99 اسما من هذه 220، ويقول إن من حفظها دخل الجنة، أو يقول من أحصاها دخل الجنة. فكيف هذا؟ قالوا هذه الأسماء على 3 أقسام: صفات جمال كالرحمن الرحيم العفو الغفور الرؤوف، وصفات جلال كالمتكبر الجبار العظيم شديد المحال جل جلال الله، وصفات كمال الأول الآخر الظاهر الباطن، وهكذا. إذن الجلال والجمال والكمال. أما بإزاء صفات الكمال فلا بد أن نصدق، أما بإزاء صفات الجمال فنتخلق بها على حد قول القائل تخلقوا بأخلاق الله، أما في صفات الجلال فنتعلق بها. يبقى إذن عندنا التعلق وعندنا التخلق وعندنا التصديق بإزاء الجلال الجمال الكمال.